يا سيدي مساء الخير. طبعا الجو البريطاني جو باهي الحقيقة. أنا الأجواء هذه الممطرة تعجبني، الغالب احنا من جنوب التونسي فنستبشر عادة بالأجواء المغيمة هذه والممطرة. الواحد من هو صغير نحب أنا نستمتع ياسر، لأنه نحس أنه الأجواء هذه تبعث السرور في 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 نفس الوالد الله يرحمه ونفس أعمامي، يعني لأنه فلاحة كل. فظليت على هذا الشعور دائما كي نشوف الجو المغيم. أنا من ثم ناس يكرهوه ويقول لك شنو الدنيا الظلام والدنيا كذا، لا أنا الحقيقة ياسر يسعدني الجو المغيم والأمطار بشكل عام تعجبني. المهم سيادي، أنا والله نقصت كثير في التيك توك، لكن حاب نرجع إن شاء الله المدة القادمة بشكل أكثر فاعلية. المهم عندي اليوم أخبيرين من مصدر يعني خاص. أخبيرين المصدر يقول لي أنه يعني نسبة التأكد من هالخبرين هذول ما مش 100%، لكن قريبة من 100%، لكن أنا نذكرهم على كل حال، واللي يحب ينتظر أو يسأل أو يعلق مش مشكلة. فهمتني؟ الخبير الأول يتعلق بالمرشح زمال، العياش زمال. يقول مصدري أنه العياش زمال كان ناوي ينسحب من السباق الرئاسي، كان عنده نية الانسحاب ولهذا اعتقل، والآن دايرين بيه ودايرين على أخوته ودنيا، يعني يحبوا يمرمدوه ما نعرف عليش. فهمتني؟ وربي يفرج عليها كلها. الخبر الثاني يتعلق حتى هو بالمرشحين هذوما الثلاثة اللي قعدوا، أنه الخبر الثاني مصدر يقول أنه المغزاوي، طبعا هم أصدروا له بطاقة جلب ولا شنو تفتيش وما مشاش وكذا، لكن الخبر اللي عندي أنه بنسبة عالية أنهم قاعدين يحضروا له باش يعتقلوه المغزاوي. طبعا المغزاوي نعرفه أنه كان شرس جدا، كان شرس جدا في دعمه للمنقلب. فهمتني؟ وحتى لما فازت النهضة نتذكره يعني كان يقول أنا أريد حكومة الرئيس. فهمتني؟ حكومة الرئيس، حتى أنه فرضت في النهاية الحكومة على 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 النهضة، وال يعني بدأ المسار يسوء وقتها. فهذا فهمت راح البشار وغيره وكذا، يعني عنده تاريخ، والسي في متاعه السي في أسود. فأنا لا أدري من سيتألم لمعاناته إذا كان اعتقلوه. على كل حال أنا أقول هذا ليس شماتة، لا والله، لكن أنا نقول الكلام هذا من باب الإشارة. على كل حال والله يعين تونس، نحن لا ندري إلى أين تتجه هذه البلاد، والله الله المستعان. بس الله المستعان.